مش هيك حماه بطارد، مش هيك ياسين. ايش عندك مع المقطع؟ استاذ ما اعرف، حتى ما عندي راجع. مرتضى دز لي فيديو، انا يعني تعاطفت مع هذا، يقول استاذ نجم ابنكم مريض، ناشدني باسم الانسانيه وانتهى الانسانيه، وصل صوت الوزير الدفاع. ام ذكرتني اخوي معالي الوزير، هواي دقيت عليك والله، ما عندي شغله خاصه وراسك، عندي قضيه عامه للمذاكره. انطوني يا مرتضى يا همام. سيدي مشيك الحسين ومشيك علي بن ابي طالب ومصيبه الحسين، اتخلي هذا المقطع شوف السيد رئيس اركان. مشيك علي بن ابي طالب، والبارحه بالليل شيخنا خابر عامر فوج وما استجاب له، قال له ابنكم تعبان وابنكم ما يقدر. مش هيك حماه بطالب، مش هيك ياسين، مش هيك زينب، توصل الرئيس اركان، حالتك ليش تعبت؟ انا عافيتي مش عافيتي. مرتضى. نعم استاذ نجم. مرتضى. نعم استاذ نجم. الله يساعدك، ليش تبكي؟ ليش تبكي؟ اثرتي بهذا الفيديو، ليش تبكي؟ شو تريد؟ احنا حاضرين. تعب استاذ نجم. شو عندك انت؟ بيش انت بيش مريض؟ عافيت راحت استاذ نجم، عافيت راحت. نعم. استاذ نجم. اسمعك. استاذ نجم يا سمعني، انا هسه ذكرت تصوير عامر فوج ورا تصوير المقطع دز علي الرجال وخذاني لقائد مالتي، اي وشاف هو رايتي، اي وتعاطف هو وياي، اي بس قال احنا ناشد المراجع ونشوفهم المراجع شنو. انت ايش عندك من المقطع؟ استاذ ما اعرف، حتى ما عندي راجع، حتى وضعت تعبت بطاقتي بالمكتب، هو 11 مليون يطلبني بالمكتب. انت وين؟ انت وين منتسب بابا؟ وين منتسب ابني؟ انا داوم بسنجار فرقة 20، اداوم بسنجار فرقة 20. ايش عنده؟ اهلك وين؟ انا وضعت تعب وانا انا بالديوانيه بالشنافيه. ايش بيك؟ ايش عندك؟ انا من دور أنا من دول الشهداء، عند يكون شهيد فرقة 17 باللطيفية استشهد. أي. أنا من دول الشهداء، عند أخوي ما شرب وزارة الدفاع، ومن دول الشهداء. أكيد بقي بابل وأكيد علاج. أنا أريد أخلي يقابلوني، أريد علاج وأريد نقل. أبشر. أنا راح أشوف السيد رئيس أركان الجيش. اي والله استاذ نجم، اعطي رقم تليفونك. ايوه اعطي رقم تليفونك وتبشر تدلل. مش شاربك يا جماعه، مش شاربك. وسلم لي على عامر فوج، وسلم لي على السيد القائد، قول له اخوكم يسلم عليكم، خليهم يديرون بالهم عليك. استاذ نجم بسكم ملاحظه، بسكم قائد فرقة قبل المقطع هذا، قائد فرقة عامر فوج نزلوا علي، وكو أهم أذكرها ابن حرام ما يذكر زينة، عامر فوج شال 50 وقائد فرقة أعطاني 50، أعطاني كروة. أي عافية. هم احنا أنا دائما أقول العراقيين أهل غيرة. أي يجوز هالوقت هذا الأنبار طفر كم واحد بس، لا الغانمة العراقيين أهل الغانمة ما يعلى عليهم زلم. والنعم منهم، النعم منهم، بس أنا أريد أبونا، أبونا إن شاء الله. أنا أريد أبونا. خذ زلمة فريق عبد فريق يار الله، خذ زلمة يعني. أيوة والله بس أشوفه، خلي السيد ما يسوي لي شيء، بس خلي أشوفه أنا كافي، بس أشوفه أنا. شوفه. شوفه تدلل. أيوة صار والله نجم، انا اريد من شهر كل يوم صار صار اطلب بس برا الشهور ان شاء الله اخوي، ان شاء الله.